معايا طبعا. نورة. يا نورة، ايوه اهلا يا نورة، ازيك؟ اتفضلي. اتفضلي لو سمحتي ممكن اتفضل بس عن سؤال. اتفضلي يا نور. نايس. اسمع، دلوقتي انا بابا وماما متطلقين من 4 سنين. متطلقين من 4 سنين. الصوت هو واضح؟ طلاق عالي بالكلام بس، الصوت. مش طلاق بالكلام بس، مش بالورق رسمي او رسميات وكده، بس هما عايشين مع بعض في بيت واحد، بس كل واحد في أوضة واحدة. اوكي، انتوا كام يعني ولد وبنت يا نورة؟ ولاد قد ايه؟ اخوات؟ هو احنا 3 ولدين وبنت، بس الولدين بره متجوزين بره يعني، وانا البنت الوحيدة اللي قاعدة، بس انا قاعدة معاهم. عندك كام سنة؟ انا عندي 25، بس قاعدة معاهم في البيت يعني، مش متجوزة ومش مرتبطة يعني، وقاعدة معاهم في البيت. بس انت عارفة ان ماما وبابا هو رمى اليمين عليها؟ ايوه هو رمل يعني، هم قاعدين عشان انا، مش عشان حاجه تانية، هم قاعدين بس. انا وماما قاعدين في اوضه لوحدنا، وبابا قاعد في اوضه لوحده، بس في شقه واحده يعني. ده حلال ولا حرام ولا طيب، ومفيش علاقة ايه؟ بينهم بالكلام، ولا بتاكلوا مع بعض، ولا في رمضان بتفطروا سوا، ولا أي حاجة لمدة أربع لا لا سنين؟ لا، قليل قوي لو حصل مثلا احنا قعدنا كنا مع بعض، بس هو اغلب الوقت مثلا انا وماما قاعدين مع بعض بناكل وهو لوحده وده ما بيتكلمش معاها هي نفسها؟ بيتكلم، بس في حدود يعني، لو في حاجة ضروري بنتكلم بس. طيب، والوضع ده مأثر عليك يا نورة، ولا أنت شايفاه عادي، ولا إيه؟ ولا أحسن من المشاكل؟ يعني الوضع ده أنت متقبلاه، ولا مش متقبلاه؟ هو انا متقبلاه، لان انا ما ينفعش مثلا ان انا اقعد مع مامتي، ان ماما تعبانه، ما ينفعش مثلا ان انا اقعد معاها واسيب بابا لوحده في حته تانيه، او ان انا اقعد مع بابا واسيب ماما لوحدها. فده يعني المشكله أفضل في الحلول. ان هم لازم ان هم الاثنين يبقوا يعني انا معاهم، هم الاثنين في نفس الوقت، فبرضه انا خايفين ان هو يكون في نفس الوقت، ده يكون حرام. طيب، وما فيش امل يرجعوا يتصافوا خالص؟ يعني ما ما هو حصلتش انه المشكلة، من المشكلة ان هو كان طلاق شفهي 3 مرات، فمش عارفين هو ده له حل ولا لا، يعني هو اصلا كده يعتبر طلاق، ده كده طلاق نهائي ولا في حاجة ان هو يرجع فيها؟ حد فيهم راح دار الافتاء خد فتوى او حاجة، ولا ما راحوش؟ لا لا، محدش راح. ما انا مش طيب، عارفة الوضع بالظبط عشان انا اسأل مثلا الطلاق ده صح ولا غلط. شكرا يا نور. مستويين في حاجتين بس، ومحتاجين قرار، وقرار طبعا كويس. نور، بنشكرها على الهوا كمان ان هي مهتمه بشان ابوها ووالدها ووالدتها بهذه الطريقه، عايزاهم يتقاربوا. بس احنا محتاجين قرار من الزوجين، هم عايزين ايه، وده هيبقى قرار مهم، خصوصا الزوج. عايزين يرجعوا تاني بالحياه طبيعيه، ولا هم عايزين اصلا ينفصلوا، ولا قرارهم ده واتبنى على ايه كمان القرار ده؟ اذا كانوا هي قضيه ان هو طلقها وشفوي زي ما نور بتقول، يبقى ده يجي لنا دار الافتاء هو، وهنحقق معاه ونشوف الطلقات دي وقعت ولا لا، وان شاء الله يكون خير وتقضى. انما هل هو قرارهم ان ده ينفصلوا، ان ده حل امثل مثلا لحاله ما، حتى ممكن يكون مش عايزين يقولها للنور، هل هو كده، ولا هي ايه يعني الخزنه عندهم هم، القضيه ايوه، بس عندهم هل هم؟ الوضع ده وضع يعني فيه حرمانيه ولا وضع عادي؟ هو وضع ايه؟ ما انا عايز اللي هو اوصله. رمى عليها اليمين 3 مرات شفوي، وطبعا هما ما خدوش اي فتوى بخصوص الموضوع ده، هو بيشوف انه دي خلاص 3 مرات، وانه ما عندهمش مكان تاني يقدروا يروحوا فيه غير نفس البيت اللي هما عايشين فيه، وهيفضلوا عايشين مع بعض طول العمر حتى هما متطلقين. انا عندي انطباع غير كده، وده اللي بقوله، ان هو ممكن ما يكونش واصل لدور ان هما متفقين على الوضع ده. متفقين على الوضع ده ازاي؟ ان هما شايفين ان الوضع الامثل في حاله معينه، ان فيه، فقالوا خلاص ما نسيبش وتبقى نور معانا، وكل واحد في حاله. وده مش حكايه طلاق بقى، ومش طلاق، هو حاجه نفسيه او كده. هو طبعا مش وضع مش جيد، وكمان الزوجه بتتحمل فيه عبء كبير جدا في هذه الحاله، لكن هو امثل من ان البيت يتفركش، وان هو يبقى في ناحيه وهي في ناحيه، يعني ده احسن شويه. وهو طالما اهتم برضاهم خلاص، يبقى الامر بالرضا خلاص.